هذا البرنامج برعاية عدنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى لاستكمال حلقتنا، ويمكن احنا اتكلمنا على الكابتن وائل حبيب مدير القرى. يعني هو لما رأي الأستاذنا أحمد القصاص يقول لك الناس كلها عمالة تبص كده للمدير الفني ومش باصين خالص لمدير الكرة، ورغم ان مدير الكرة من اهم نجاحات اي نادي هو مدير الكرة. ويمكن لما نيجي نعلم كده نقول ثابت البطل، نقول أسماء كبيرة جدا علمت وأثبتت نجاح كبير جدا في أنديتها. كابتن وائل حبيب نجاح كبير جدا في الأسيوطي، نجاح كبير جدا في بترول أسيوط وأندية أخرى، والآن مع بني سويف. يمكن بعت لي بس كده رسالة كده غريبة، الناس الأهلاوية أنت بتيجي على الأهلي، ما لسه بتكلم على حل مجلس إدارة نادي الزمالك. أنتوا عملتوا بالظبط كده زي وأنا إيه، أنا بجهز نفسي كده عند الحلاق، الحلاق أهلاوي قوي. ليه عمال ياخر فيا عشان ما اطلعش الحلقه؟ بقول له طب ليه كده يا مجدي؟ مجدي عبد السميع ده حلاقي اللي بيعمل لي. قال لي عشان بصراحه انا عايز اقعدك لحد بعد الساعه 8 عشان انت بتضرب في النادي الاهلي قوي. انا لا بضرب في الاهلي ولا بضرب في الزمالك، انا راجل بجيب مستند وبجيب خبر وبقول، واول ما بنقعد على الكرسي ده بننسى خالص مين اهلي ومين زمالك. بنتكلم في حاجه واحده بس، ان احنا نجيب خبر جيد للمشاهد، بننقل حاجه حصريه للمشاهد، لا يعنينا احنا على مسافه واحده من كل الانديه. كابتن وائل منورنا في علم الاضواء. استاذ خليل بشكر حضرتك على المقدمه الجميله ديت، الله يكرمك. استاذ احمد الاساس اخويا ودايما بيجامل هو بس شويه كده. لا والله مش بيجامل، دي حقيقه يعني. الواحد بيشتغل باخلاص في اي مكان، انت قلت كلمه قبل، انت مخلص جدا للناس المكان اللي انت بتشتغل فيه. بالظبط. ودي حاجه اتعودتها من شغلي في نادي بلديه المحله مع الحاج محمود الشامي، شغل كتير جدا مع كابتن محمد عامر 8 سنين في نادي اسمنت السويس ونادي المقاولين العرب ونادي بترول اسيوط ونادي بلديه المحله. كابتن محمد عامر من الناس المحترمين جدا اللي بيعلموك ازاي اصول الشغل، اصول الاداره. استفدت كتير جدا من الكابتن محمد رمضان، ما اقدرش انسى فضله عليا. كابتن محمد رمضان علمني كتير جدا وانا شغال معاه في المقاولين العرب. الحاج علاء حماد اسم انت تعرفه كبير جدا في اسمنت السويس. فدي مجموعه ناس الواحد يشتغل معاها. فالاخلاص اهم حاجه في الشغل والعمل الحمد لله. لا وانت برضو اكيد الناحيه الفنيه بقى والاداريه يا كابتن، يعني انت السطر الطويل اللي انت حكيت عنه ده لازم يوصلك. يعني انت بدات انت راجل كنت لاعب سابق في غزل المحله مش كده؟ أيوة. ورغم كده اول كان شغلك في بلديه المحله مش غزل المحله. الحاج محمود الشامي عرف يجيبني ازاي مش كده؟ يعني انت كان عندك المعطيات في البدايه، لكن الخبرات اللي اكتسبتها مع الناس دي توصلني ان انا عايز اسال حضرتك، يعني انت ارتبط اسمك قوي بالاسيوطي والصعود بالاسيوطي مره واثنين، وبعدين فجاه لقيناك في بني سويف. هي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. انا الحاج محمود الاسيوطي او مستر محمود زي ما بيحب يتقال له، شخصيه من الشخصيات النادره في الكره المصريه، الاداريه الناجحه في الكره المصريه، بيعرف ازاي يديك حقك. فكانت بدايتي معاه من 6 سنين بالظبط، واحنا لسه في القسم الثاني في الصعود الاول لنادي الاسيوطي. اداني كل حاجه انا عاوزها كمدير كوره. يعني انت في نادي الاسيوطي مدير الكوره هو رئيس جمهوريه بكل حاجه. انت لو اي حد اتصل بمستر محمود عشان يتفاوض معاه للعيبه او اي حاجه او اي وكيل لعيبه اقول له كلم مدير الكوره، مفيش حاجه اسمها رئيس. بيؤمن نادي بالتخصص. بيؤمن بالتخصص. فدي ادتني الحمد لله شغل وجهد وعرق، وتعبت جدا في مجموعه الصعيد. مجموعه الصعيد من المجموعات المتعبه جدا، من المجموعات اللي هي يعني غير مجموعه بحري. المسافات بعيد جدا. يعني انا شغلي في بترول اسيوط وشغلي في الاسيوطي وبعدين شغلي دلوقتي في بني سويف، انا بقيت صعيدي رسمي كده خلاص. يعني بتاخد مش اقل من 1000 كيلو. يعني انت صدقني مثلا بتلعب كيما اسوان، تطلع ترجع من كيما اسوان ترجع بني سويف تاني او الاسيوطي تاني، كنت كده. فالحمد لله كان جهد وتعب وعرق مع مستر محمود الاسيوطي، واشتغلنا كويس والفرقه الحمد لله زي ما انت شايف دلوقتي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز اسالك كابتن وادخل في النقطه ديت، ولكن انا مش عايز تمر مرور الكرام والمشاهد يبقى عنده علامه استفهام ما نوضحلوش. بعد الكابتن وائل عن الاسيوطي ليس بسبب اي خلاف هناك بينه ومجلس الاداره خالص، ولكن هي كانت مرحله محتاجه ان انت عايز تبعد شويه. هو مش بالظبط كده. وانا يعني حضرتك انا بدايه الكابتن علي ماهر انا اللي مختاره. انا عايز اوصل للسؤال. مش مستر محمود ولا سيف اللي اختاره كابتن علي ماهر. بالامانه كابتن محمد شيحه رشح لي كابتن علي ماهر مره واثنين وثلاثه. احنا كنا قعدنا قبل كده مع 7 مدربين. سبع مدربين بالظبط. وكابتن علي ماهر اخر مدرب نقعد معاه،
وكان حظه كويس ان الطياره اتاخرت على مستر محمود فما سافرش. المره الوحيده اللي مستر محمود قاعد معانا فيها هي المره بتاعت علي مان. وعلي مان انا متابعه من زمان، كنت بروح زيارات دايما للكابتن محمد عامر في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكان الكابتن عامر يقول لي علي هيبقى من المدربين الكويسين وانا مرشحه عشان يطلع. بس هو مش جاي لك من قطاع الناشئين، هو جاي برده من فرقه كانت ممتاز بيها مش كده؟ هو كان في الترسانه وكان ما كانش وكان وسابهم في بعد ثلاث مباراه بالظبط كده. فحتى الناس كلها استغربت ازاي ايمن مزين يمشي ومساعد الفريق، وايمن مزين ده قيمه وقامه ومدرب محترم جدا كابتن ايمن مزين وصاحب انجازات وصاحب تاريخ، ازاي يمشي ويجيبه مدرب اصلا ما صعدش مع فرقه. هي دي الرؤيه ودي الحاجه اللي انا صممت عليها مع مستر محمود واللي انا رشحت الكابتن علي. علي من الناس اللي برده لازم الناس تعرفه، الكوره مش لا الكوره شغل وتعب وجهد. علي من المدربين اللي اشتغلوا وتعبوا وسافروا بره فعلا موضوعه مع هو ناجح بامانه بالامان. لا موضوعه كمان لو راح لسيموني في اتلتيكو علي معاه عده شغل كامله. علي معاه مدرب مخصوص. علي انت ما تشوف عده الشغل بتاع علي اللي هو بيشتغل بيها في الملعب، جايب مدرب مخصوص كابتن احمد سليمان مخصوص للشغل بتاعه اللي بيعمله. ازاي الشريط بيعمل الشريط يضيق ويوسع الملعب، يعمل سمول جيم الكنزات وبتاع بيظبط التدريب بتاعه. الحاجات دي خلاص خلصت، الكنزات والحاجات دي قليله لما علي بيشتغل. علي جايب ساتك وجايب عند حداد جايب المدرب بتاعه، المدرب اللي معاه ده تحس ان هو كده ايه شغال معاه بشاكوش معاه. والله بيعمل حاجات في الملعب غريبه جدا. جايب ناس يضايق الملعب يطول الملعب يعمل الملعب. لا علي مدرب كويس جدا والنجاح اللي فيه ده عشان جهده وتعبه، تعب كتير جدا. ما فيش خلاف بيني وبين علي، بالعكس انا مستر محمود قاعد معايا وقال لي احنا عاوزين نعمل تطوير للمنظومه الاداريه في النادي، عاوزين نجيب الكابتن هادي خشبه يشتغل وانت تشتغل مدير تنفيذي ومدير للتعاقدات وتمسك حسابات النادي في البنوك وبنفس المرتب ونفس المكافئات. فانا قلت له انا شغلي مدير كوره وانا بحب، فانا اشوف تجربه في حته تانية وكده. والراجل اداني كل حقوقي بالكامل وعلى علاقه وبنتصل ببعض وكل حاجه كويسه طبعا. انا يمكن كلام قلته لك اول ما اتقابلنا، يعني من اهم مميزاتك بعيد عن الناحيه الفنيه والاداريه انك انت ما تشتغل في مكان بتبقى مخلص فيه. الحمد لله جدا يعني انا شايفك كده وانت في بني سويف من اول ما رحت هناك وانت بتتابع معايا وبتقول لي ادي اللقطات ادي الموقف، يعني حتى انت ليك اتصالات كويسه مع النواحي الاعلاميه، دي بيبقى مهمه جدا مع مدير الكوره ان هو بيدي انطباع على النادي اللي هو شغال ماشيه ازاي الدنيا في هذا النادي. لو اتكلمنا على نادي بني سويف بقى يا كابتن، انتوا خلاص يعني بني سويف دلوقتي بنسعى ان احنا نكون من ضمن السته اللي موجودين على اساس لو اتعمل دوري محترفين مش كده؟ ده اكيد البدايه جت من الكابتن محمد يوسف مدير فني محترم، مدير فني مش اقل من اي حد انا اتكلمت عليه، مش اقل من ايمن ولا اقل من علي ولا اقل من مؤمن ولا اقل من الناس دي كلها. كابتن محمد يوسف المدربين كويسين جدا في مجموعه صعيد، هو صمم اللي يجيبني. اتصل بيا مره واثنين وثلاثه. انا كنت رايح بلديه المحله خلاص، كان قاعد معايا الحاج محمود الشامي والحاج مصطفى السامولي ومصطفى الشامي، وكان خلاص انا كنت هشتغل في البلديه. فضلت ان انا اشتغل في الصعيد اللي انا عارف الصعيد وعارف ازاي اشتغل. والكابتن محمد الصراحه انا من الناس اللي هي ما بقدرش اقول له لا في حاجه، صديق حميم ليا وكده. وكلمني علي بيه سليم رئيس مجلس الاداره الاستاذ احمد سيف، قالوا له كل الامكانيات ليك يعني حتى المرتب، انا بقولها ادوني مرتب اعلى من المدير الفني نفسه. يعني ودي اول مره تحصل مدير كوره. فالناس ايمانهم ان المدير كوره يبقى موجود وهيساعد في نجاح وهيساعد في صعود الفريق، دي من الحاجات اللي انت بتنجح منظومه كابتن، دي الحاجات اللي انت بتتكلم عليها وبيتكلم عليها الاستاذ احمد القصاص فدي من الحاجات اللي انا شفتها هناك وشفت امكانيات موجوده. لا نادي بني سويف انت رحت هناك حكمت قبل كده وعارف الدنيا، شفت امكانيات موجوده كويسه، مجموعه شباب محترم جدا، امين صندوق محترم جدا الاستاذ باهر الزعيري، نائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ احمد عاطف، جميع اعضاء مجلس الاداره بالكامل ناس محترمين جدا عاوزين يعملوا منظومه كويسه، مجموعه شباب. استاذ علي سليم يعتبر اصغر رئيس مجلس اداره نادي شعبي. شعبي يعني نادي محافظه. بس انت برضو انت لما نيجي نتكلم في النقطه دي، انت عمرك ما هتنجح. انت بتقول كنت في الاسيوطي معاك مستر محمود زي ما بتحبوا تقولوا له. أيوة. محمود الاسيوطي ده كان بيساعدك على النجاحات. عمر نادي بني سويف ما هينجح الا لما يجيب وائل حبيب يقول له هديك كذا واعمل كذا، الا اذا كان رئيس النادي عايز ينجح وبيبدا خطوات جديده. انا طبعا قبل ما اسالك واقول لك بقى، هل انتوا خلاص تم التعاقد معاكم للموسم القادم وهل هتعملوا بقى فرقه جديده وتشكيل جديد كده للمرحله القادمه سعيا للصعود ان شاء الله، ناخد كده نقول الو للمحاسب استاذ علي سليم رئيس نادي بني سويف. الو. الو علي باشا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ايوه يا فندم امرني. الامر لله. اولا انت منور حلم الاضواء، ويعني وزين ما اخترت كمدير كوره الاستاذ والكابتن وائل حبيب. ولما بنقول ان انتوا بتختاروا وائل حبيب يبقى انتوا خلاص انتوا كمنظومه ابتديتوا تفكروا جديد يا علي بيه
زي بني سويف زمان قبل ما يتسحب البساط منكم كده من تليفونات بني سويف ايام ما كان معاها فلوس. لا يا فندم، الحمد لله اشرف برئاسه نادي عريق كان اول ممثل للصعيد بالدوري الممتاز موسم 74 75 يا فندم. تمام، دي سابقه تاريخيه. ما ايوه، ما ده كان عز نادي بني سويف. ولكن حضرتك نموذج تليفونات بني سويف ونموذج الانديه ذات الشركات وذات الطابع الاستثماري طغت على تكوين شكل حتى جد الممتاز نفسه الخريطه بتاعته اتغيرت. الانديه الشعبيه والجماهيريه الى زوال. كلام مظبوط. هكذا نزلت السيطره دي لجداول المجموعات الثلاث. انديه الشركات هي المسيطره على المراكز الاولى والمراكز المتقدمه. تمام. فطبعا اقتباس تجربه فريده بنادي استثماري خاص زي نادي الاسيوطي ان احنا نقتبس مهندس العمليات فيها زي كابتن وائل حبيب لنادي شعبي جماهيري هو اعاده الثقه للانديه الشعبيه والجماهيريه للعوده لسابق عهدها. تمام. يعني يا فندم انا اسف، هو عصب الكوره الجمهور. نعم. يعني ده برضو نداء واستغاثه وليس التمني او رجاء. اين مقترح عوده الجماهير الى الملاعب؟ الى متى؟ الى متى سيظل حبيس الادراج بلجنه الشباب والرياضه؟ الى متى سيظل حبيس الادراج لدى التصريح الامني؟ الى متى سيظل حبيس الادراج لموافقه اتحاد الكوره؟ الى متى؟ انا يعني انا طبعا سعيد بالكلام اللي حضرتك بتقوله دوت. حضرتك يعني احنا واحنا بنتكلم كنت بقول للكابتن وائل انا ما كنت بحكم وكنت باجي بني سويف كنت بحس ان انا جاي احكم دوري ممتاز مش ممتاز به، كان ايام الدرجه الاولى يعني. طبعا طبعا. وزي ما بتقول حضرتك كده ان الانديه انديه الاستثمار وانديه الشركات كانت سحبت البساط شويه. انا بس عايز اسال حضرتك، هل افهم من كلام حضرتك كده ان شاء الله نفس الجهاز مستمر كده وهناك فكر جديد لنادي بني سويف بالعوده مره اخرى للمنافسه والصعود للدوري الممتاز؟ باذن الله ابتدينا بخطى محسوسه وملموسه على ارض الواقع بدايه من الدور الثاني في الموسم الحالي باذن الله. يعني الحمد لله نكاد يكون لنا السبق في الاعداد للموسم القادم من بدايه الموسم السيزون الثاني. والحمد لله لينا السبق برضه بتفعيل العقود الاحترافيه كاول نادي شعبي واول نادي في الصعيد واول نادي في الجمهوريه ان احنا طبقنا العقود الاحترافيه برضه. طبعا ده بخبره كابتن وائل حبيب ان هو ليه المنظومه كوبي عنده الحمد لله ابتدينا نفعلها على ارض الواقع. تمام. انت يعني معاك يعني محافظ رياضي كبير جدا الباشمهندس شريف حبيب، يعني اكيد ده هيبقى خير داعم. انت النهارده بتمثل نادي بني سويف هو طول عمره كده، وده المعروف في الوسط الرياضي ان هو المرايه بتاعه محافظه بني سويف. مع كامل الاحترام لمعالي المحافظ، الى الان لم نجني ثمار تلك الثمره اللي ليها لب رياضي ولب رئيس نادي، لم نجني ثمارها الى الان. يعني انا اسف، له كل التقدير وله كل الاحترام كحاكم للاقليم، ولكن على الشبيه والمثيل في محافظات اخرى محافظ كفر الشيخ يا فندم مسانده غير معهوده لفريق كفر الشيخ. طب انتوا عرضتوا علي بيه، انتوا حضرتك عرضتوا على المهندس شريف حبيب طلبات معينه وما تمش استجابه او حاجه؟ سئمنا من المطالبه يا فندم. لا احنا نتمنى يعني المهندس شريف حبيب، يعني انت رجل رياضي قبل ما تكون محافظ واتزرعت في نادي رياضي كبير نادي المقاولين العرب، نتمنى ان تكون هناك وقفه مع نادي بني سويف، خصوصا باللي بيقولوا كده المحاسب علي سليم ان هم في نهضه النهارده وعايزين يعودوا للدوري الممتاز مره اخرى. لابد ان يكون هناك وقفه من كل القيادات السياسيه والتنفيذيه في نادي بني سويف. المحاسب علي سليم اتفضل. في تعقيب بسيط بس، انا لن اثقل على كاهل المحافظ
بالإنفاق من صندوق الخدمة. حضرتك الحمد لله من 10 سنوات أنا كنت أصغر عضو مجلس شعبي محلي محافظة. عملنا صندوق لدعم الرياضة، أعدنا إحياء قرش الرياضة. إلى الآن بيجني أموال وفيما يقارب 5 مليون جنيه برضو حديثة الصندوق تحت بند الصناديق الخاصة. تمام. وهذا الكلام عار تماما من الصحة، ان هو لا يخضع لبند الصناديق الخاصة ومسميات واهية. لماذا حبيسة الأدراج ولن تعود بالنفع على نادي بنسوب بس كنادي شعبي؟ دي هتعود على كافة الأندية وكافة المراكز، مراكز شباب القرى والمدن، له لائحته الخاصة والقانونية والمالية والإدارية. بالضبط يا فندم، واحنا هنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، لان اول قرار انت خدته حضرتك بانك لاول مره في التاريخ في نادي بني سويف يتم الاستعانه بمدير كوره من خارج المحافظه ومن خارج ابناء بني سويف، كان قرار مجلس اداره. انا بحترم قراركم ده الشجاع، ما دام مش موجود حد واجيب حد يبقى انتوا بتفكروا فعلا في نادي بني سويف وبتفكروا في المحافظه. انا بضم صوت لصوت حضرتك للبشمهندس شريف حبيب ان لابد ان يكون هناك وقفه ايجابيه مع نادي بني سويف وباقي الانديه. بشكرك شكرا جزيلا المحاسب علي سليم رئيس نادي بني سويف. تعقيبك يا كابتن. طبعا المحاسب علي سليم زي ما قلت حضرتك ده يعتبر اصغر رئيس نادي شعبي في الانديه كلها، في انديه مصر كلها بالكامل. عقليه حسابيه ممتازه جدا. تعقيب على المحافظ، يعني اصل في محافظين يعني المفروض المحافظه تابعه لرئاسه مجلس الوزراء. محافظه بني سويف مش مهمله بس من المحافظ، مهمله من وزير الشباب والرياضه كمان. الملاعب اللي موجوده فيها ما فيش الا استاد واحد بس اللي هو استاد الملعب عليه نادي. ليه ده مغرق الدنيا كلها استادات؟ لا الملاعب يعني حتى اللي موضوع ملاعب النجيل الصناعي ديت اللي هي موضوع فاشل. موضوع فاشل قفشه دي جابت اربطه صليب اللعيبه وبطلت لعيبه وهتموت لعيبه، دي افشل حاجه اتعملت في الوزاره. لا موضوع الملاعب اللي هي بتاع النجيل الصناعي. لا انت تعالى شوف انت نادي بني سويف دلوقتي، المحافظ كفر الشيخ كان بيتكلم امبارح عاوز يعمل قريه ب 3 مليار قريه رياضيه في كفر الشيخ ب 3 مليار مدعم الانديه ب 20 مليون جنيه الانديه في كفر الشيخ. يعني ده محافظ واقف وقفه كويسه جدا. محافظ محافظ مطروح مع محافظ مطروح مع الرجاء عمل ايه مع الرياض؟ اللي هو اللي هو علاء ابو زيد. علاء ابو زيد انت انت كمحافظ رياضي بس ده بقاله 3 سنين كده. انت كمحافظ رياضي كشريف جه حبيبي المفروض حضرتك انت يعني بيطلع في اي مجال يتكلم عن محمد صلاح ويتكلم عن، طب انت هتعمل محمد صلاح تاني ازاي في محافظتك؟ نني تاني ازاي في محافظتك؟ وانت اصلا مش مهتم بالرياضه ككل في المحافظه نفسها. يعني انت يعني فريق المحافظه ده لازم يبقى فيه دعم، يعني الدعم المادي، فيه دعم مادي موجود. يعني مش هقول لك احنا عاوزين فلوس، احنا حتى لو مفيش فلوس حتى هو تعمل الانشاءات. يعني نفسي مثلا ايه الملعب اللي عندنا، الملعب عاوز يعني تكلم الوزير يجي يشوف الملعب. الملعب بتاع بني سويف ده عاوز ايه؟ الملعب النادي غير الاستاد، ملعب النادي نفسه. جيم في النادي، يكون جيم موجود في النادي. الناس بتعمل فندق دلوقتي، بيكلموا فندق. تعال شوف الحاجات دي كلها، تعال اعمل الزياره. انت اصلا بينك وبين النادي 200 متر. تعال خش النادي شوف النادي محتاج ايه بس. بالظبط. يمكن المره الثالثه بضم صوت لصوت حضرتك والمحاسب علي سليم، ان المفروض يعني انا المهندس شريف ده شخصيات محترم جدا، من الناس المحترمه جدا ومن القامات الرياضيه الكبيره. انا بستغرب يعني ما اعرفش ايه الاسباب، اكيد هو عنده الاسباب، ويعني يا ريت نعرف حتى نجيبه على التليفون نشوف. اكيد عنده اسبابه، يعني هل مفيش فلوس؟ هل الناس مش عايزه تساند في بني سويف؟ ما اعتقدش. هل انت الشغل السياسي هناك يعني مش مساعدك تقف مع الرياضه شويه؟ ابدا. ده المدخل بتاع الرياضه النهارده هو المرايه بتاعت اي محافظه، في اي محافظه. تعال نشوف دمنهور، تعال نشوف اسكندريه، كله بيقف النهارده ورا الانديه. اتمنى ان صوتنا يوصل للبشمهندس شريف حبيب. انت فتحت حضرتك موضوع، معلش خلاني كده ايه نطيت كل الكلام اللي انا كنت هكلمك فيه، موضوع الملاعب ومشاكل الملاعب. هتاخدني لدوري مراكز الشباب. اي دوري مراكز الشباب ده، دي قضيه انا اتكلمت فيها قبل كده بس سريع، انا عايز افتحها تاني لاني انا ما زلت مش مقتنع، وما بكون انا مش مقتنع بحاجه ما بعرفش افوتها. دوري مراكز الشباب بيصرف عليه مصاريف يا كابتن لا تتخيلها ولا موجود عندك في الممتاز بيه. اللعيب بياخد على البونت 1000 جنيه. الحقيقه. وبياخد في المكسب 3000 جنيه. طب دي معموله لدوري مراكز الشباب ولا معموله لايه؟ تعال نقيس. انا كنت في منطقه القاهره لكره القدم في لجنه الحكام، وكنت باسس الحكام اللي بتروح الدورات دي. اتفاجئت ان كل المشارك في هذه الدوره بتاعت مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه كلهم لعيبه بتلعب في القسم الثاني، بتلعب في القسم الثالث، وبتلعب في القسم الرابع، وهي اساسا معموله
لعضو مركز الشباب اللي معاه كارنيه بدل ما يبقى عضو بيقعد بس يمارس رياضه. مش هو دي ده اكيد. انا اعتبر ده ايه، اهدار ملعب ولا اعتبر ايه؟ لما هو عايز يشيل مجلس اداره نادي الزمالك يقول لك اهدار ملعب، ما انت بتهدر ملعب. اعتبره اهدار ملعب، ما ده اهدار ملعب، ده ملايين بقى. واعتبره مفيش تخطيط اصلا من الوزاره، واعتبر الناس اللي ماسكه الموضوع كله عاوز يستفيد. لا الشيء اللي يستفزك بقى يا كابتن وائل، يطلع على احدى القنوات برنامج مخصص معمول لمراكز الشباب في النيل الرياضه، ويطلع ضيف يقول لك مدير اداره هو او مدير عام شباب الرياضه، ويقول لك ان احنا عاملين دوره ل عضو المركز. يعني بدل ما يقعد كده في الصاله الاجتماعيه فقط، لا احنا بنخليه يمارس رياضه وبنعمل له بطوله وبنصرف عليه 1 2 3 4. بيضحكوا على مين؟ مفيش حد بيلعب من كل اللي بيلعب في الدوري بتاع مراكز الشباب، كلهم انديه يا اما ممتاز يا ممتاز بيه، قسم ثالث يا قسم رابع. هل الكلام اللي بقوله غلط؟ هو احنا ما جبنا دي هترجعنا برضو لحاجه ثانيه، هترجعنا لما جينا نجيب عنتر محمد عنتر اللي هو في الزمالك حاليا، بوتيك. مركز شباب وبوتيك بالظبط. هو كان مقيد في نادي بوتيك ومركز الشباب، بيلعب في الاثنين، بيلعب في الاثنين. ده كلام انا بعتبره سليم. كله كده اصلا يعني. انت كل يعني انا دلوقتي بجيب لعيب من مركز شباب كفر حجاز اللي هي بلدي، اسمه اشرف بيبو، هيبقى من اللعيبه كويسه جدا بعد كده. وخلاص وجبنا وليد 97، هيبقى من اللعيبه كويسه قوي ان شاء الله باذن الله. جايب 28 هدف من هدافين مركز الشباب. لعيبه هيبقى برده زي نظام زي عنتر بن سويف. مؤيد برده بيلعب في النادي وبيلعب في مركز مؤيد في مركز شباب الشهيد جباده، وبيلعب في مركز الشباب برده. فهي الموضوع كله هناك دلوقتي، موضوع استفاده موجوده جدا. الملاعب اللي اتعملت ديت، الملاعب بقى نفسها، الملاعب اللي اتعملت ديت، انا عاوز اعرف مين جهاز مركزي فين في الملاعب اللي اتعملت. الجهاز المركزي المحاسبات نفسه في الملاعب اللي اتعملت دي. ده انت تسال سؤال. وامتى بقى الملعب انا سؤال اساله ويا ريت الجهات التنفيذيه والرقابيه تدور على السؤال ده. مين المورد الوحيد لكل النجيله اللي دخلت مصر؟ ابحثوا وراه كده شوف هتلاقوه مين، ومين اللي شغالين بعد المورد. بالظبط. اشوفها كمان. انا عندي مركز شباب انا بقى بالمناسبه بقى، عشان انا من كفر حجازي، من قريه كفر حجازي. مركز شباب كفر حجازي، الملعب السداسي المفروض يتعمل من 5 سنين، ده خلاص خلص انتهى. الملعب الكبير المفروض يتعمل من سنه، ما فيش حد بيعمل حاجه فيه. لازم نروح للمورد ده عشان نعمل. المقاول واخد الحاجه من زياده عن 3 شهور، ما عملش حاجه من 3 شهور. فالعمليه كلها مع بعض، انت مراكز شباب او ملاعب بتتعمل او دوري بيتعمل، انت في حاجات بتتصرف كتير جدا، بتصرف كتير جدا، كتير جدا، ملايين بتصرف، ملايين. يعني انت الرئيس السيسي الله يكون في عونه قاعد يوفر في حاجات جامده جدا، ويجي من ناحيه ثانيه بتلاقيها طالعه له من ناحيه ثانيه حاجات بتتصرف في حاجات مالهاش اي قيمه. ولا دوري مراكز شباب الفايده الوحيده اللي تتم منه ايه؟ ولا حاجه. المفروض الهدف هو لو موجود فعلا دوري مراكز شباب، اللعيبه اللي موجوده في الكره والنجوع والكلام ده كله، الكشافين والناس اللي تبقى موجوده، تبقى تعمل لك الحاجات دي كلها افضل من كل ده. كابتن انا لعبت دوري مراكز الشباب وانا صغير 14 سنه قبل ما اروح الزمالك، وكنت بلعب مع مركز شباب الساحل، وكان ممنوع ان يكون اللعيب ده مقيد في اي نادي فعلا. بس بتزور السنه اللي بعدها على طول، انا كنت خلاص رحت نادي الزمالك 14 سنه وهم بيلعبوني، الحكم عرفني. كان في نهائي مراكز الشباب العبور وفي عندنا وسالم وصلاح سالم في بني سويف، اتلغى. لغيت النهائي ليه وكيل الوزاره؟ قال لك اصل في تزوير. ايه التزوير يعني؟ كشف تزوير اللعيبه برضه متايده في كشفوا تزوير موجود هناك. ما هم بيسمحوا اصلا اللي بيلعب قسم ثالث ورابع. انا بقول لك النهائي ما اتلعبش. انا بقول لك معلومه ممكن النهاية. يكون حد ما عملوش النهائي ما اتلعبش اصلا في النهائي ما اتلعبش هناك. في النهايه انا بعتبره اهدار ملعب طبعا، والفلوس دي ممكن الملايين دي كلها ممكن نسخرها ونوجهها في اماكن تانية ممكن تقوم بالكره المصريه، مش في كره القدم بس، في اي لعبه من اللعبات. انت كوزاره شباب ممكن المبالغ دي كلها اللي انا بعتبرها بتروح بدون فايده، يا ريت نوجهها في مكان تاني يعني. لكن انت بتدور انك انت بتقول انا عملت دوري مراكز الشباب. طب ما هو عبد المنعم كان عمل ايام ما كان وزير الشباب والرياضه، عمل مراكز الشباب ووسع القاعده بتاعته. بس استفاد منها. علامه استفهام على الملاعب اللي بتتعمل في خلال سنتين ما بتبقاش موجوده، دي علامه استفهام كبيره. تمام. كابتن وائل بقى، وانتوا بتفكروا في الموسم القادم بقى. وانت يمكن صرحت لنا دلوقتي ان هناك لعيب هيكون احسن كمان من عنتر. ان شاء الله باذن الله. احنا تعرف ان تخطيطكم للفتره اللي جايه ان شاء الله. انا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى معايا مدير فني محترم جدا الكابتن محمد يوسف، وانت تعرفه شخصيا. مدرب يعني كل الامكانيات موجوده لنا من مجلس الاداره كمان. فبدانا فعلا للتخطيط للموسم الجديد من 3 شهور. في مجموعه لعيبه، انا رحت نادي بني سويف وكان في لعيبه معمول شروط جزائيه 25000 و30000.
ولاعيبه كويسه جدا كمان، يعني لعيبه من اللعيبه اللي هي الممتازه اللي في انديه دوري ممتاز بتتكلم عليها، زي محمد مجلي، زي طه نادي، زي سيد شعبان، لعيبه زي حارس مرمى اوكا، لعيبه موجوده زي محروس، لعيبه موجوده ممتازه موجوده، شروط جزائيه موجوده 25 30 الف. اول حاجه عملتها مضيت اللعيبه كلها وبدات اعمل زي كده، اذا انا وكابتن محمد نعمل حاجه للنادي بني سويف ان ممنوع الشوط الجزائيه نهائي، علشان اللاعب يقدر يلعب ويديك. اللاعب لو فضل بشرط جزائي هيسيبك في اخر ماتشات، مش هيقدر يعمل مش هيقدر يكمل معاك، خلاص ده 25000 و30000. فحضرتك احنا عملنا الموضوع الشوط الجزائيه وبدانا نتعاقد مع اللعيبه من جديد، وتم التعاقد مع 14 لعيب من اللي هم اللي كانوا عليهم شروط جزائيه وامتداد التعاقد ليهم وتم امتداد فعلا في اتحاد الكره ليهم خلاص. لو اتكلمنا يا كابتن بقى على المجموعة الأولى، الجونة دلوقتي في المركز الأول ويمكن محتاج نقطة واحدة يا كابتن ويتم صعوده مباشرة للدوري الممتاز. هو عنده مباراة مع إسنا مش كده؟ في إسنا الجونة عنده إسنا في إسنا، وملعب إسنا ملعب من الملاعب أصلا إزاي أصلا اتوافق عليها من اتحاد الكورة بقى، مش اللي هو يتلعب عليه ده ملعب، معلش مع احترامي للناس اسنا وحبايبي هي الصعيد فيها كتير ملاعب. لا الصراحه الصعيد مهمل بطريقه بالظبط. فملعب اسنا نفسه الناس قعدوا معايا هناك وكده، ده اسوأ، وعندهم اعضاء مجلس الشعب، ده اسوأ ملعب موجود في تاريخ البشريه. والله العظيم بكلمك هو الله يكون في عون الناس اللي موجوده هناك، وانا بتكلم كلام ده ممكن يبقى في صعوبه الماتش الجون هناك ما دام الملعب صعوبه كبيره. انا بقول لك الجون هيقابل صعوبه جديده، بس ممكن يجيب البونص يعني. عندهم الكابتن عبد الكريم الشاطر، عنده مدير كرة شاطر، هيروح قبلها بيومين ويروح يتمرن على الملعب، هيروح يعمل الحاجات هناك. انا عارف انا اللي هو طبعا شاطر كابتن هشام زكريا، يعني هو برضو راجل بدا في طلائع الجيش من ايام ما كانوا لسه بيلعبوا في القسم الثالث. ايوه، والكابتن طارق السيد كمان مدرب صعد بيهم. الكابتن طارق السيد بقى مدرب كويس مع المنيا، ما خسرش ماتش، شغال كويس معاهم، ماشي كويس، فرق 5 بونت. فالعمليه هم محتاجين، وبعدين هيلعبوا البني سويف في الاخر، فالعمليه الجونه اقرب بكتير جدا طبعا للصعود الجونه. انا برضو عشان اذكر بقى طارق السيد والمنيا، لازم اذكر ابو العينين شحاته، لانه هو اللي عامل فرقه كويسه اعتقد، ولا مين اللي عمل الفرقه بتاعت المنيا؟ هو راح لها في بدايه الموسم ابو العينين، ولا كان في حد قبل؟ لا راح لها، كان في حد قبل ابو العينين طبعا، اللي عامل الفريق يعني. اللي كان موجود كان في حد قبل ابو العينين. ابو العينين جه كمل معاهم ومشى في الدور الثاني. ودخل طارق وعامل نتائج كويسه بامانه لحد دلوقتي. لا ابو العين مدرب طبعا لا غبار، انا اشتغلت معاه في الاسيوطي، مدرب مدربين كويسين جدا، بس الدنيا برده مش مظبطه معاه، مش مساعده زي ايمن الميزان كده، مش مساعده. وايمن انت نطيت حته، انا نسيت اكلمك في المداخله لما جت انت بتقول عرضوا عليا في بلديه المحله ورفضت، قلت اروح بني سويف، انت نطيت حته ايه؟ انهم عرضوا عليك في فاركو وانت ما بتفضل عرض عليا مش كده؟ الكابتن ايمن نفسه الكابتن ايمن نفسه اللي اتكلم معايا وكده، وكان ايه، كان مستر عز موجود. انت بتحب الصعيد يا كابتن؟ كان موجود في امريكا كان موجود لسه مستر عز في امريكا، وكان الكابتن ايمن هيعرض لسه عليه يعني، كان لسه هيتكلم معاه. فانا اعتذرت للكابتن ايمن وقلت له انا خلاص انا هشتغل مع بني سويف. انت بتحب الصعيد؟ لا الصعيد بتلاقي نجاحاتك. انا الناس انت تشوف الجماهير امبارح وانا في بني مزار، الناس بتيجي تتصور، يعني تحس انا بقيت فعلا انا واحد منهم. الناس هنا بيحبوني قوي في الصعيد، هنا وفي اسيوط وفي المنيا، الحمد لله بفضل ربنا. لا والله كل فرقه تكلمني دلوقتي، يعني كذا فرقه تكلمني في الصعيد عاوزين اجي اشتغل معاهم. انا من النوع اللي بحترم تعاقدي وانا موجود مع بني سويف لغايه ما بني سويف هي اللي تمشيني. اخيرا الجونه وكيما اسوان، وحصلت مشكله كبيره جدا في المباراه اللي انتهت بفوز الجونه 1-0 ومشاجره، ويمكن عايزين نجيب بس كده يا اما اللواء عبد الجليل يا اما كابتن عمرو عبد الجابر، مش كده؟ عصام عبد جابر اللي هو مدير فني كيما اسوان. ايه المشاجره والمشاكل دي يا كابتن، عندك خلفيه؟ هو كان لعيبه بعد الماتش وكده، وكان كابتن عصام بيكلمني النهارده بيقول لي ده الحكم كان ماتش في الجونه، كان في الجونه الحكم وفي 3 ضربات جزاء، فممكن هو اللي يحكي لو عرف يجيبه على التليفون هو يعرف يتكلم. هو أفضل. الصوره اللي واصله لنا ان هناك مباراه بين الجونه وكيما اسوان وانتهت 1-0 لفريق الجونه. بعد المباراه اللعيبه مع بعضهم وبعض الناس المرافقين ليهم كسروا في استاد، ده الكلام اللي اتعمل واتعمل في محضر في اسم شرطة هناك في الجونة، كسروا الكراسي وكسروا حاجات. عايزين نعرف ايه الاحداث وايه القصة، يا ريت الطرفي كابتن اللواء عبد الجليل امام او كابتن عصام عبد الجابر مدير فني. حضرتك شفت المشكلة اللي حصلت في القصية وبتر اسيوط، ودي تعتبر بلد واحدة، القصيه وبترول اسيوط اللي كان في القسم الثالث، واللعيبه اللي كانت اتبهدلت من بترول اسيوط وقعدوا ربع ساعه يضربوا في بعض، قعدوا ربع ساعه يضربوا في بعض، دي برضه ملاعب. وانت لو لجنه المسابقات
ناس هتزعل بس لازم اقولها. لا لجنه اتحاد الكوره، انت لما بتيجي دلوقتي تلعب بطوله انت حضرتك بتشوف الملاعب، بعت لجنه تشوف الملاعب، يعني انت ملعب القصيه ازاي تلعب عليه ماتش مهم جدا زي بتاع بطوله اسيوط، انت بتعمل دوره مجمعه، طب ما تعملها على الاستادات، يعني بيعمل على استاد سوهاج، على استاد اسمنت اسيوط، استاد بطرول، والاستادات فاضيه، اعمل حاجه زي كده يبقى مؤمن حتى على انت انت حضرتك كان كله في سويسرا، مجلس الاداره كله بالكامل في سويسرا، والناس بتنضرب في القصيه هناك، فرقه بطرول اسيوط بتنضرب في القصيه. ده انا بيقولوا قعدوا ربع ساعه يضربوا ببعض، ربع ساعه. انا بقول لك في الحاجات دي كلها، فانا يعني الصراحه دوره الترائي اللي هي موجوده في كل، برضو دي حاجه كويسه جدا، يا ريت برضو بتعمل حلقه عليها. احنا معانا دوره الترائي وبنتكلم فيه اكيد معانا في الفقره الثانيه، الواحد متابع بنتكلم في الترائي، في فرق صعدت بنقول لها مبروك زي دمياط، زي بورتو، زي طهطا، في كتير يعني احنا عندنا والتحرير اقولها بقى ما دام انت معانا، يمكن الاستاذ حسن صبري من موقع المنصوره نيوز، فريق طهطا والصعود رسميا الى القسم الثاني، تحرير التابع لمنطقه سوهاج، بعد الفوز على القصيه 4-1. في مبروك برضو للجزيرة الضبعاوي، مرسي مطروح، الصعود برضو رسمي للقسم الثاني. بنقول مبروك لأحمد عبد الحميد ميدو ونايل الفردي، بنقول مبروك لدمياط ومحمد أبو جنبة وأهالي دمياط بالصعود، هناك كتير جدا هنقولهم مع بعض خلال الحلقة. يعني كابتن وائل أنا كنت سعيد معاك وبشكرك على وجودك معنا في حلم الاطوار، ان شاء الله تكون معنا في بشكر حضرتك، شرف ليا. وكلمه بسيطه بس كده للجمهور بني، لجمهور بني سويف، ان شاء الله احنا بنوعدكم ان شاء الله بالصعود الممتاز، ان شاء الله هنعمل اللي علينا باذن الله، الصعود عند ربنا سبحانه وتعالى. انا وكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز، وبشكرهم، بشكر الجهاز كله، اذا كان كابتن ياسر او كابتن سادات او كابتن هيرو، الجهاز الاداري كابتن ابو السعود وكابتن احمد ماهر، مدرب حسام المرمى الدكتور ايهاب، كابتن حسام، كابتن دكتور حاتم، بشكرهم، بشكر كل الناس اللي موجوده. ان شاء الله باذن الله هتلاقي بني سويف موجوده في الدوري الممتاز ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق بينزل باذن الله يا كابتن. شكرين مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ثم نعود ونستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن حمدي خاطر مدرب عام نادي اسكو، والكابتن احمد سالم خبير اللياقه البدنيه. ما تروحوش بعيد، فاصل ثم نعود. شكرين. الحمد لله ربنا وفقنا، وعايز اقول لجمهور دمياط متشكرين لكم جدا جدا جدا، ناس من اطيب واحسن الناس، ما سابوش الفريق لا بره دمياط ولا جوه دمياط لحاجات ربنا وفقنا الحمد لله وصعدنا. كابتن عبده، تنصح الحاج محمد ابو جنب بايه؟ انصحه يتعلم من اخطاء الماضي، ان يبقى في مدير فني على كفاءه، واحنا عارفين ان هو هيجيب مدير فني على كفاءه، ويتأنى في اللاعبين. الحمد لله على صعودنا للدرجه الثانيه، واحنا مش عايزين الا تيم كوره محترم ومدير فن محترم، واحنا رمينا الكوره في ملعب ابو جنبه، ان هو المسؤول ان يجيب المدير الفن الصح اللي احنا طالبينه، ونشيلها المدير الفن، مش عايزين اكتر من كده عشان ما ننزلش، بل بالعكس احنا ننافس الصعود دور الاضواء والشهره. شيء طبيعي لازم يحصل هجوم عشان نادي دمياط، نادي الام، نادي المحافظه، مش مركز شباب زي مراكز الشباب اللي احنا كنا بنروح لعيبه في درجه ثالثه. اما الممتاز به بيختلف عن الوضع الدرجه الثالثه، والحمد لله كاحنا بلد راضيين حاليا يعني، ومستنيين من الحاج محمد ابو جنبه مدير فني محترم عشان يقدر يلم اللعيبه ويجيب لعيبه كويسه نقدر ننافس بقى على الممتاز. بنناشد سياده الوزير خالد عبد العزيز ان نادي دمياط ملوش ملعب، احنا بنلعب في نادي راس البر، وقال لك في القريه الاولمبيه احنا بنناشد مفيش ملعب. عندنا مثلا هنا في دمياط يقول لك الصنايع من غير عده ملوش اي لازمه، احنا ما عندناش ملعب نلعب عليه. من حقكم طبعا يكون عندكم ملعب طبعا، واحنا محافظه كبيره وبنشجع ناديها في اي مكان وبنروح وراه وبندعم كل حاجه، بس ما عندناش ملعب نقعد فيه، احنا بنناشد الملعب بس. النادي المصري ادوله المحافظه بتاعته، ادوله الملعب بتاعه، طب احنا ليه ما ناخدش الملعب بتاعنا؟ واحنا بنروح مع النادي في اي مكان كان، احنا المفترض ان احنا الجماهير تخش الملعب والكرة الجماهير زي ما بيقول. الحمد لله صعدنا من المطب اللي احنا كنا فيه، طلعنا الممتاز به تاني، بس احنا بنناشد بقى، انا بناشد عن نفسنا وباسم جمهور دمياط، بناشد في يد الرئيس عبد الفتاح الفيفي ان احنا كمحافظه الملعب بتاعنا مهجور وفي قلب مكان جميل، ليه احنا ما نستغلوش؟ ليه احنا ما نعملوش؟ ليه احنا ما نوضبوش؟ وتعبنا كلام، بعتنا كلام كتير للكابتن خالد عبد العزيز وفريق الرياضه، وما شايفينش، مش احنا شايفين اي نتيجه لحد دلوقتي، بقى لنا كام 20 سنه في الدرجه الثانيه، مش احنا محافظه كبيره يعني، ويعني المحافظه يعني بتدخل لمصر حاجات كتير. كابتن خالد والعيله، يعني حضرتك شايف ان برضه جماهير نادي دمياط ما عندهاش ملعب، وحضرتك طبعا اقرب محافظ دمياط وعارفها كويس ومتابع اخبارها كويس. كابتن خليل، نتمنى ان صوتنا يوصل للمسؤولين بناء من رئاسه الجمهوريه. هذا البرنامج برعايه
إمداد صيد المحلة، أحد القلاع الرياضية الحديثة بمدينة المحلة، أحدث الصالات المغطاة وقاعات لكبار الزوار، ملاعب خماسية للأعضاء بالنجيل الصناعي لأكثر من لعبة، صالة جيم تحتوي على أفضل الأجهزة الرياضية. احنا بندعو كل الشباب ان هو يشارك معنا في المنظومة الرياضية الجميلة اللي في نادي الصيد. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالمية يساهم في صناعة الأبطال، مجمع الصالات المغطاة، ملاعب كرة السلة، الطائرة، اليد، كرة القدم الخماسية، صالات للجيم وأحدث الأجهزة الرياضية، أجهزة أيروبكس عالمية، صالة للمنازلات لكافة الألعاب الفردية، صالة بلياردو عالمية. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق أسسه الأبطال. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات دولية بعقول مصرية، ترجمة الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك. خدمة العملاء 19114. مصر للتأمين، حصن أمان للملايين.